أعتقد أن الكلمة الأمينة، الكلمة المعبرة حقيقة عن النتيجة، هي كلمة نجاح. نجاح للجزائر، نجاح للعرب. فيما يتعلق بالنجاح للجزائر، دعوني أقول أن مثل ما تابعتم، الجزائر كانت حريصة على جمع كافة شروط النجاح، سواء ما تعلق بالجوانب التنظيمية اللوجستية أو ما تعلق بالجوانب السياسية الجوهرية. ونستطيع القول أن التحضيرات لقمة الجزائر ربما لم يسبق لها مثيل من حيث الكم ومن حيث الكيف، فهذا كله دل على حرص رئيس تبون وإخوانه القادة العرب على أن تكون هذه القمة التي تعقد بعد ثلاث سنوات ونصف من الانقطاع بسبب الكورونا أساسا. إذن هذا الحرص الجماعي بين الرئيس تبون وإخوانه القادة أن تكون فعلا قمة ناجحة من كافة جوانبها.